حياكم الله في خيمة المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، أحد منظمات المجتمع المدني في دولة قطر، تندرج تحتها 7 مراكز. تواجد مؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي ضروري لتعريف الجمهور بأن هناك منظمات مجتمع مدني تهتم فيهم، فدورنا كبير ورئيسي في خدمة المجتمع. موجود ابغى نشارك اخواننا من مضغه الشفلح في احتفالات اليوم الوطني، ونكون موجود معاهم نفرحهم، هذا الواجب علينا.